نادي لي. انا ابو عبدو افتح جارك. مرحبا ابن خال. اهلين. يلا تا معي بسرعه تعا. لوين بدي اروح معاه؟ بدي طالع لي شويه رمل على السطح. يلا. بس انا واعد ام لفاطمه مشان اخذ لها الكنزات لعند معلم ابو عيسى. لك يا ابو خير مو تبع عيسى هلا، كل شغلتك معي نص ساعه، يلا بعدين بتروح. يلا. طيب لحظه خليني احط صدر الاكل بال... لك اجل لي اياها يا ابو مخار. الله يوفقك عمي ابو عبده. شوف يعني انا بحبك وبحترمك، الله يخلي لي اياك. لبقت نادي لي ابو منخار، عم بزعج منك كثير. انا عم بتزاول 100 مره صرت مفهمك ومنبه عليك، لا تنادي لي بهالاسم. شي ما طول عمرنا بناديك ابو منخار، شو بدنا ناديك يعني هلا؟ ابو سمرة. ابو سمرة؟ ايه ابو سمرة، شرف معي. يلا ابو سمرة. لحظة طيب. يلا شرف. هيك عم تقولوا انتوا. الله يسامحكم، انا ما راح رد عليكم الكلام صفات المتكلم. ابو منخار يا ابو منخار، ابو منخار يا هلا ولا لا. لا انت عم تضرب منك له على هالت الباي العاطي. معلش ابو عبدو، حرام هدول ولاد صغار. معلش ما لك انت ليش بتسكت الجدبه؟ ما تضربهم. يا شو اضربهم؟ هدول ما يفهمون. حنون يلا. الله يعطيك العافيه يا ابو منخار. عفوا، مشان الله لا تؤاخذني ابو سمره. تفضل، وهذا كيس مليان بردان اجرتك. شلوني معك؟ لا ابو عبدو، ما ماشي الحال. لك شلون؟ لا والله العظيم غير تاخذ. شو الحكي هذا؟ هلا بتقول شغلتني نهار كامل وما اعطيتني شيء. شرف، هذا حقك. معلش ما بقول. لا انت ثاني. صحتين وعافيه. يلا اشروا كل مثل العسل. صحتين وعافيه. شو هذا؟ عيب. شرتوا صرتوا شباب انتوا. خذ هي بزقانه، هي بردانه تازه لك، وهي كمان تتقاسمها انت ورفيقك. ايه، وانت كمان تتقاسمها انت وفريقك وانت ورفيقك. ايه يلا، الله معكم، مع السلامه. انت هون انا عم دور عليك من الصبح. خير؟ شوفي هي الرابعه هبطي لي قلبي. ابو مظهر مرضان وبيقول لك تعال مشان تطفش مع عربيه الفول وتناجي. على عيني وراسي، بس انا هلا بدي اروح لعند فاطمه وامها، بدي اخذ لهم الكنزات لعند ابو صوف وجيب لهم عيسى، بدي اخذ لهم ابو عيسى وجيب لهم الصوف. ما بعرف، انا هيك ابو مظهر قال لي. طيب روحي انت هلا وانا بلحقك. خدي امسكي رابعه تعي لهون. خدي، الله يرضى عليكي. هي برتقاني عطاني اياها ابو عبدو، كلي اياها صحه وهنا ان شاء الله. الله معك حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. ايه، وغير هيك شو قال لك؟ قال لازم نلحق له الكنزات الولادية اول شيء، ورجع هاي الكنزة. قال كمامة طويلة شوي. ايه هو طلب طول الكمام هيك؟ ايه ما بعرف، قال لازم نقصر كل كمشي 3 اصابع. ماشي الحال. قلتي له بدنا صوف ازرق؟ قلت له، قال بعد شي 3 ايام بجيب. طيب شو جبتي منه مصاري؟ جبت 200 ليرة، 100 اشتريت فيها غراو وهي 100 الثانية. الله يرضى عليك يا أمي. شبك يا حبيبتي، في شي؟ شفت إبراهيم اليوم. إبراهيم ابن عمك؟ وين شفتيه؟ بالسوق، ولحقني قدام كل العالم وكمشني من إيدي وقال لي وين بدك تهربي مني أنت وأمك؟ إيه وشو سويتي؟ ما سويت شي، نطرت إيدي منه وهربت. العمى بقلبه ما أوقحه، هي تركنا الضيعة واجينا سكننا هون. طيب اللي بدي افهمه، ليش لحقني الي بالذات؟ واذا كنت بنت عمه يعني، بعدين هو متجوز واكبر مني وعنده اولاد، بقى شو بده فيني؟ لو بقلبه ما اخلصه. لك بنتي، هذا بده ياخذك لانه طمعان بشقفة الارض الصغيرة اللي تركنا اياها الله يرحمه ابوكي، فعرفتي شو بده منك؟ طمعان فينا لانه مالنا حدا. هذا اكيد ابو سمرة، رايحة افتح له.
مبسوط ابو سمرة. فاطمه اهلا ابو سمرة. فو شو بك تبسمرت بارضه؟ ما تبسمرت بارضي بس. يا فتحان السباح، يا فتحان يا سبحان الفتاح، وشك شو بريء، كتير بريء وشك انت. طب فوت ابو سمرة فوت. يلا. لك ليش ما اجيت من بكير واخذت لي الشغلات لابو عيسى؟ هو كنت بدي اجي، مو انه ما بدي اجي وسبلت وطنشت، بس هذا ابو عبده شافني قال لي ارملي نقل، ارملي نقل لي رمل على الاسطوح نقول. وقديش عطاك اجره؟ عطاني كيس في خمس خبات، خمس حبات بردان. يا الله لا يشبعه، ناقصوا مصاري يعني حتى ياكل عليك الاجره. تاني مره بتقول له بدي اجرتي مصاري مو بردان، فهمت؟ ما بيعطيني انا بقول له، بس هو ما بيعطيني. بعدين شو بدي انا بالمصاري؟ لا حول ولا قوه الا بالله. تركيه امي، تركيه، هو هيك الله خلقه. ما بدي اخذ لكم عيسى لعند الكنزات، ما بدي اخذ لكم العينزه الكنزات لعند عيسى. اخذتهم فاطمه. إيه ما قدرنا نستناك. طيب سفروني، سخروني هيك بشي غرض تاني من الحارة. ما بدنا شي، سلامتك. طيب يعطيكم العافية، أودعناكم. الله يعافيك. طيب وينك؟ خليني أجيبكم خبوز من الفرون، تنور من الخبوز، خبز من الفرن. عنا أبو سمرة عنا. طيب اشيلكم الباب من قدام الأرض، اشيل الأرض من قدام الباب، اشي. لا تشي. يعطيك العافية. الله يعافيك. لا تعمل شي بنوب. لك شو لا أعمل شي؟ بدي أعمل. لا تزعل أبو سمرة، بكرة الخميس بدنا ناخدك معنا على المقبرة لأنه بدنا نزور قبر أبي، فشو رأيك؟ بدك تزوري قبر أبوكي؟ ايه ضروري واجب زوري، بروح معكم أنا. مساك أبو سمرة، مساك هالكعك بسمسم. إلي كعكة وبمسمس، كعكة وبسمسم كمان. شكرا إليك فاطمة، شكرا يا لطيف. الله شو بيحبني، يا نيرتي ممتني، يا نيرتي يا نيرتي يا نيرتي ممتني، يا نيرتي ممتني. فهمت عليك. وين رايح هلا؟ ابو مظهر بياع المرض، ابو مظهر بياع الفول مريض، بدي اروح عاونه. خاطركم هلا، بس مو على طول، راجع لانه. ايه الله معك، مع السلامه. ايه رجع. ايه ما بترك لانه. ايه الله معك، مع السلامه. يا ريتني متمني شيء من ربي، يا ريتني. لك وينك يا ابو سمره؟ ليش تاخرت؟ شو وينك؟ هي انبخشت وصارت تزرزب، سقتني عبيتها هلا من هنيك. يلا امشي 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 امشي، طفو فامشي لشوف ولك، امشي لشوف حبيبتي. ليش معذب حالي؟ ما في حدا بالبيت. وين راحوا؟ على المقبرة، وما راح يرجعوا المغرب، هيك سمعتهم عم يقولوا. ماشي الحال، حقن. حط لك شوية مي؟ ايه حط أبو سمرة حط. مشان يعيش يعني هذا العرقاس، ايه. مو جوزة؟ ايه. أنا هدول جبتهم بابا بابا با باردين من الفيجي. يلا. أنا ما بفهم بالفلاحة، بس يعني الواحد بيتعلم. بس لا تحكي كتير أبو سمرة، لا تحكي كتير، ما بيجوز. إيه مشان رحمة، مشان حرمة الميتين. شو ما بتقلي لي أنا بعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون،
صدق الله العظيم. شو أبو سمرة كلك أرسب عجوة؟ لا لا شو؟ نحن قاعدين بمطعم ما بدي اتغذى هلا، مالي شبعان مالي جوعان. كول كول معليش، حلال الأكل على الميتين. مالي عوجان مالي جوعان، بعدين ما تنفتح نفس الواحد هون، مالي جوعان. بعدين معي كعكة مشان يخد هالقرص بعجوة، كله وقرا له الفاتحة لأبي. مشانك طفوم فطوم باكل راس الحية، أنا رح تبقى هون هي ذكرى عزيزة علي، ذكرى عزيزة. يلا تيسر وراح الحقكم أنا على بين ما رشرش المرحوم. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا طيبين ميتين. وينكم؟ وين رحتوا؟ ها؟ يعطيك العافية أبو سمرة. روح ودي الفاس لأم توفيق مشان ما ننسى. إيه على عيني وراسي، بس مو حتى وصلكم بالأول؟ لا معلش نحن وصلنا، روح أنت يعطيك العافية كتر خيرك. الله يعافيك، مع السلامة. مع السلامة طافمة فاطمة. وأخيرا وقعتي بين إيدي يا فاطمة. وين بدك تروحي وين؟ جوب السماء أقرب لك، روح امشي بطريقك من قلة أدب. خلصتيني والله. اتركوها يا اولاد الحرام، اتركوها على جنب، احترمي حالك يا عالم يا هو يا نازل حقوقي. يعني ورطوا شعروا برا، قسما بالله اللي بيقرب لأذبحوا اذبحوا واشرب من دمه ودمه. يا عالم يا نازل خيلكم دخيلكم بنتي، لا تخطفوها. ارجوها اتركوها يا كلاب، اتركوها يا حبيب. روحوا لك الحمير افضل منكم، يخرب بيتك. الله يخلينا ياك يا ابو سمره، لو لك شو كان صار فينا. ماشي ماشي الحال ماشي الحال، سبقوني على البيت انتو. الغراض ابو سمره انا بجيبهم انا بجيبهم، افشخوا روحوا على البيت بسرعه. يخرب بيتهم يخرب بيتهم وبيت بيتهم، كل واحد قتلي شوارب مثل شوارب الصرصور، وعامل لي حاله زلمه. العمى بقلبكم شو حمير حمير. يا رب يا فتاح يا علينا ازاك يا اخي، الهي تعطي رزقه وفي الدين مرحبا. اهلي اهلين بالاوادم، اهلين بخدمه الشعب. شو معلوماتك عن الخناقه اللي صارت امبارح بالحاره؟ خناقه؟ تفضلوا 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 يا محمد. ايوه تعا حبيبي تعا، قازوتين على السريع. اوان قلتوا لي خناقه وهون بالحاره، والله لا علمي ولا خبري. هلا لا تقعد تلف وتدور تبثر علينا، عم نسالك جاوب. الله وكيلكم ما عندي علم بشي، ما طلعت من دكانتي لشو صار. يعني ما حدا قال لك انه مبارح صارت خناقة بالحارة؟ خناقة شو سيدي؟ لك في واحد اسمه ابو منخار معتدي على اثنين مارقين بالحارة بامان الله، ضاربهم بآلة حادة ومكسر لهم سيارتهم. شو هالحكي يا لطيف، والله ما عندي علم. هسا يعني ما بتعرفوا لهذا المعتدي ابو منخار يلي بيقولوا له الناس ابو سمرة؟ ايه بعرفه سيدي بعرفه، هذا يا عين تراك حامل الشخط وعم يطعمي القطار، بس لا بيقربني ولا بينسبني. ها وشو اسمه الثلاثي؟ ما بعرف. لك اخ اخ منكم شو بكارين اخ. طيب وين بيته كمان ما بتعرف؟ بعرف بعرف سيدي، باخر الصقر على ايدك اليمين. ماشي. ما بدكم تشرب خازوز؟ اشربها لحالك، رد على جوعك. يا محمد رجع الخازوزتين وفلتوا. قرب ودوق يا حباب، قرب يا راعي طيب قرب. نبات 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 نبات. يعطيك العافية سعدو. الله يعافيك الله يعوض عليك عمي، مع السلامة.
أهلين وتهلين، أهلين وتهلين. تفضلوا يا شباب. يسلموا. لكون فيهم سوسك سعدو. الله وكيلك نضاف ومثل نخاع. إذا بتطلع لنا سوسة واحدة لا تلوم غير نفسك. ها سعدو، تعرف لنا واحد اسمه أبو سمرة أبو منخار؟ إيه بعرفه. وشو اسم الثلاثي؟ والله ما بعرف. لكان مين بيعرف لك سعدو؟ ما حدا سيدي، ما حدا. معقول ما حدا بيعرف اسمه؟ صدقوني مثل ما عم بلكون، بس عدم المؤاخذة، شو متاوي هذا؟ اعتدى على ناس وجهاء بالضرب وكسر لهم سيارته. ما بيصير هيك، عطوني إلي. لحظة، تفضلي خالتي، أختي، أم رسمي، أم صبري، تفضلي. الحمد لله، الحمد لله، هاتي لي، لا تنزل، لا، هاتي لي. مرحبا يا أخي. أهلين. أنت من الحارة من هون؟ أي نعم، وقت ما خلقت. معناته بتعرفين هذا أبو منخار اللي بيقولوا له أبو سمرة؟ إيه بعرفه. خير، شو بدكم منه؟ ما بدنا منه إلا كل خير. وينه؟ هذا، ليكو. هذا المجنون على قاعد يلعب مع الأولاد؟ إيه. وشو اسمه؟ ليش ما عم تخلوه؟ اسمه عبد الله العاصي. مصطفى عبد الله العاصي. أيوه، بيعطيك العافية. شكرا شكرا. دوري هلا. انت مصطفى عبد الله العاصي؟ لا، مو انا. شلون مو انت؟ لا هذا مو مصطفى، هذا اسمه ابو سمرة. ايه ايه، هذا ابو سمرة. خلاص انت، يلا على بكن. يلا. انا مالي مصطفى، مو مصطفى انا. حاج تجذب علينا، انت مصطفى وغصب عنك. امشي على المخبر. والله ما جاي، ما انت مصطفى، امشي. عيب عمو، عيب عيب عيب، كل واحد يروح على بيته. يلا يا عيب الشوم عليكو. شو طلع من السجن؟ والله هيك مبين. الله يكون بعونه. فاطمة، أنا طلعت من الحبس يا فاطمة. فاطمة يا فاطمة، فتموت فموت. سمرة. نعم. حاجة تتعذب وتدق الباب عمو أبو سمرة. ليش حتى ما أتعذب؟ لأن فاطمة ما له. وين لك؟ ها خطفوها بالسيارة الصفرة بغيبتك، وأم فاطمة أخذوها على المستشفى. فوه عليهم هالجيران، يا عيب الشوم عليهم، يا حيف عليهم. شو وين رايح ابو سمرة؟ بدي روح لعند فاطمة. فاطمة مو معروفة وين اراضيها. اجا كان لازم لاقيها. شوفوا كركون ضاعت يعني، ولا خلص لازم ننفض ايدنا منها. لازم انا الاقيها مهما كانت الاسباب. اذا انتوا تخليتوا عنها، انا ما ممكن اتخلى عنها. انا ما ممكن اتخلى عنها.